مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت القصيد من السعودية التي تجعل الصحراء روضا بزاهر الكلمات، من البلاد التي تحرص جلال اللغة العربية الفصحى وتظل أمينة على ثغره. معنا من المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت الشاعر الجميل جدا الأستاذ أحمد الماجد. حياكم الله أستاذ أحمد وأهلا بك في بيت القصيد. حياك الله أستاذنا الكريم والشاعر الجميل والمذيع اللامع أستاذ مصطفى، حياك الله وبياك. طبعا الأستاذ أحمد حاصل على العديد من الجوائز الشعرية على مستوى المملكة وكذلك على جوائز من الخارج من عدد من دول الخليج العربي، وكذلك حاصل على جوائز من العراق الكبير، وله من الدواوين الشعرية الكثير، منها ديوان بحيرة التشبيه ويتصبب شفقا، وكذلك أغنية من لحم ودم، وليس أخيرا قارة الحنجرة. لماذا جعلت للحنجرة قارة أو للقارة حنجرة يا أحمد؟ أولا مساء الشعر ومساء الورد عليك وعلى جميع المشاهدين وجمهور قناة الرافدين وجمهور الشعر العربي والشعر العالمي. الحنجرة أو الحنجرة يعني جعلتها قارة باعتبار أنني أعتبر الشعر يعني موجها لكل الإنسانية وليس محصورا في متحدثي العربية أو محصورا في بلد محدد، هذا من ناحية جغرافية. نعم. أما من ناحية يعني مجازية إن صح هي القول، فإنني أعتبر أن الحنجرة يعني تمتد في مسافاتها اللامرئية، مسافات المجازية، المسافات الدلالية. نعم. صناعتها لهذه الحروف ولهذه الكلمات ولهذه الصور الشعرية التي توازي في بعدها وفي امتدادها حركة الكون. يا أخي أنت مبدع في إجابتك بلاغة وكناية واستعارة وتشابيه بما يجعلنا نغار على القصائد، فربما كان نثرك لا يقل جمالا عن قصائدك أستاذ أحمد. وهنا نريد أن ننتصر للقصيدة الآن، إلى أولى القصائد وبواكيرها. اقرأ ما تحب في مفتتح هذه الحلقة، تفضل. طيب، ماذا ستقرأ علينا؟ أفتتح بغزل من نوع آخر. خذنا إلى غزلك هذا المختلف الذي تصفه بأنه غزل من نوع آخر، ومن ثم بعد ذلك نذهب إلى ما لدينا أو إلى ما أعددنا لأجلك من أسئلة، تفضل. أحبك أكثر من كلمات الطبيعة بين شفاه المدى ولسان الضباب. أحبك أكثر من رقصات الحروب إذا عزفت نغم الموت، نشرة أخبار كل مساء وشمر عن ساعديه موسيقار قناصها. الله. وتنبى الخراب. أحبك أعمق من نظرة المعدمين، تحدق أقصر من لقمتين وأطول من ناطحات السحاب. أحبك أبعد من أمنة المتعبين. يا الله. أحبك أبعد من أمنة المتعبين ومن حسرة الجائعين ومن كسرة الخبز.
وهي تعري شعارات كل خطاب وزخرفة الفن تحت القباب. أحبك أكثر من فرح الغيب حين يصب المساكين أدمعهم فوق خد الشحوب يغنون أدعية من تراب. أحبك أكثر مما أحب وأكثر مما تضرع شيخ يضل الطريق. أحبك أكثر 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 مما يقول الظمأ للسراب. أحبك حبي لعام جديد بغير حروب بغير دماء بغير ضحايا. أحبك يا حلوتي مثل حبي لعام مضى يحمل الذكريات ويسرع يسرع خلف الغياب. أحبك من أول الذكريات لآخرها. أحبك ألفا فألفا ثمان فعشرا وتدخل في لوحة الحب وندخل في لوحة الحب تتبعنا ريشة الرسم لونا طليقا ومعنى توارى وراء الخضاب. أحبك هل تقبلين بأن نرقص الرقصة الغجرية تحت الهطول القديم ونقرأ آخر أبيات درويش للقدس أغنية ونصلي لأمنية ونقبل بعضا كشمعة وعد وعود ثقاب. يا الله، ما أوجع هذا النص على ما فيه من مشاعر إنسانية صادقة أستاذ أحمد. نص يثبت أن الشاعر يبحث دائما عن وطن في محبوبته، في تجربته، في صدق عاطفته. هذه المحبة أو هذه الدربة الغجرية التي حلقت بنا من خلالها بحثا عن وطن ما زلت تفتش عنه في أرجاء قصيدتك يجعلنا تائهين مثلك في ذات النص، بحيث تتكشف الكثير من تفصيلاته العذبة قراءة في تلوي أختها. دعنا نذهب الآن إلى الأسئلة أستاذ أحمد الماجد، الشاعر السعودي العذب الجميل. يعني في ظل هيمنة التكنولوجيا وهذا الانفتاح التقني على المستوى العالمي، هل ترى أن القصيدة العربية قادرة على مواكبة العصر بحيث تظل حاضرة؟ تفضل أحمد. هي كانت حاضرة وما تزال حاضرة وستظل حاضرة. نعم. يعني من خلال النماذج التي نطلع عليها وأطلع عليها وما نزال، يعني أجد أن زخم القصيدة العربية يعني كبير، ويعني ما تزال القصيدة العربية على قيد المجاز. نعم. وعلى قيد الحياة، ونشهد بعكس ما يقول بعض النقاد حيث يعبرون عن يعني كمية المشاركات في الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل أنها استهلال شعري. بصرف النظر عن هذا التعبير الذي يعمم، نعم، أعتقد أننا أمام نماذج يعني من الشعر الحقيقي الذي يعطي التخيل ما يصبو إليه، نعم، ويعطي الشعر يعني تمام الصور والتكثيف المطلوب. أحسنت. لذلك أعتقد أن القصيدة العربية منافسة بشكل كبير. نعم. لكن كلامك هذا ربما يقودني إلى سؤال مختلف أستاذ أحمد، يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه القصيدة العربية في الزمن المعاصر الذي نعيش فيه؟ أبرز التحديات من وجهة نظرك، تفضل.
يعني التحديات في هلا حدثني بكل القصيدة. بساطة وانطلاقا من تجربتك اليومية مع الشعر دون تكلف، تفضل. طبعا طبعا عندنا يعني باتجاهين، باتجاه عندنا تحديات باتجاه القصيدة، وعندنا تحديات باتجاه أو خلينا نقول تحديات باتجاه الشاعر، وتحديات باتجاه الجمهور. نعم. يعني هنالك، يعني لو قرأت تقول لي أن من خلال تجربتي، ولكن إذا تكلمت عن القصيدة العربية بشكل عام فيجب أن أتحدث عن تجارب الآخرين كذلك. نعم. يعني إحنا واقعين في معادلة صعبة بين الاستسهال الشعري الذي يجرد القصيدة من العمق، فتجد بحرا بسطح يخلو من القاع ويخلو من العمق. ذلك أن بعض الشعراء يعني يلجؤون إلى شرح قصائدهم داخل القصيدة نفسها، للأسف. ويعني يحاول يعني يعتبر هذا تنزلا إلى مستوى الجمهور. بالمقابل يعني من جهة الجمهور نجد ما تزال مسافة يعني بين القصيدة التي تعطي التخيل والصور نعم. القدر الكافي الذي يصدق عليه الشعر. نجد الجمهور يعني ما تزال هنالك مسافة ليست يعني صغيرة. نعم. صحيح أننا أحيانا ننجح في تقليص هذه هذه المسافة. الهوة، نعم. هذه المسافة، ولكن يعني ما تزال يعني أقل من ما نصبو إليه. دعني أحاورك هنا نحن أحمد. نعاني. أحمد دعني أحاورك هنا، يعني هل أفهم من كلامك أن الجمهور محير للشاعر؟ أم أنك تود القول مثلا أن الشاعر لا يزال أو بعض الشعراء بعيدين أو لا يزالون بعيدين عن الكثير من الجمهور، أم أن المسألة نسبية يعني؟ طبعا المسألة نسبية بلا شك، يعني القارئ الذي يقرأ نعم يعني نماذج يعدد قراءته، لا يكتفي بالإنصات أمام منصة شعرية عابرة أو أمام مناسبة شعرية عابرة، ولا يكتفي يعني سماع الشعر فقط في يوم الشعر العالمي، أحسنت. أو يعني استماع الشعر أو قراءته في يعني فترات قصيرة يعني بأنواع يعني قليلة ويعني ضيقة من الشعر. الجمهور الذي يقرأ الشعر واعتاد على التشبيه يعني وتجاوز المعنى إلى معنى المعنى ومنه إلى الإلماح، هذا الجمهور لا شك أنه سيستطيع ويستطيع مواكبة أحسنت. تشبيهات الشاعر. وأنت من هؤلاء يا صديقي، أكمل. لكن إحنا يعني في العصر الحديث نعم. طرأت فنون أخرى شاعرية كذلك تنافس الشعر، ولعلها سحبت الكثير من بساط الشعر مقارنة بالشعر في العصور ما قبل التلفزيون وما قبل السينما وما قبل المسرح. نعم. يعني احنا عندنا يعني أفلام سينمائية هي يعني بصورة أخرى شاعرية، أو خلينا نقول تصويرية، تعطي صور وتعطي خيال أحسنت. وتعطي تخيل، وهذه يعني الوسائل سحبت الكثير من البساط
و يعني همشت نوعا إذن هي تحديات قائمة شعر. نعم، إذن هي تحديات قائمة يا أحمد، ولا بد أن فكرة التغلب عليها تحتاج إلى الطرفين، تحتاج الجمهور وكذلك تحتاج الشاعر الحذق الذي يعرف من أين تؤكل كتف القصيدة وكيف يواجه جمهوره المحب للشعر بحيث يرتقي به. وهذا ما ننتظره منك أحمد الماجد، الارتقاء بمسامع السادة المشاهدين إلى قصيدة جديدة. يا أحمد، ما الذي ستسمعنا إياه هذه المرة؟ يعني أرجو أن لا أكون موجعا دائما، ولكن اقرأ ما تحب، فالمنبر لك وأنت سيد الكلمة. البداية يعني موجعة. لا بأس، تفضل يا أحمد. أرجوحة محنطة، يا لطيف. أهديها إلى أطفال العالم المحرومين والمنفيين. لكن العنوان مخيف جدا يا أحمد، لا نعلم المحتوى هل سيكون كذلك أو المضمون، أم أن في الفكرة لغزا. نعم، لأطفال العالم المنفيين من أوطان طفولته. يا الله، تفضل. الأطفال هنا يقتسمون العدم الحلو إذا زاروا قبر طبيب الأسنان. الأطفال هنا يجرون بلا سيقان. الأطفال هنا ملعبهم مقبرة، والمرمى بين الشاهد والجثمان. يا الله. الأطفال هنا يبتاعون دما من أنقاض، في كل صباح ينهض جار ميت ويهندم كفنا متسخا بالوطن ويفتح في الثقب الدكان. الأطفال هنا يلهون ببالون الفقدان. الأطفال هنا موتا إلا أشعارا تخطر في بال الأكفان. يا الله، الأطفال هنا موتا إلا أشعارا تخطر في بال الأكفان. أكمل. الأطفال هنا في ريعان الحرمان. الأطفال هنا طيران مع وقف التنفيذ من الأبدان. يا الله. الأطفال هنا يتسلون بألغاز العدم، فلو يدخل لا شيء في الصندوق ويخرج لا شيئان. يا الله، ما أقساها. أعد أعد يا أحمد. أعد. الأطفال هنا يتسلون بألغاز العدم، فلو يدخل لا شيء في الصندوق ويخرج لا شيئان. الأطفال هنا يجرون وراء السم ويحترفون راجيح الجرح بملهى الثعبان. الأطفال هنا يتخذون أصابعهم أقمصة، من أين تحيك قميصا بمقاس النسيان. الأطفال هنا ليس لهم تأريخ للميلاد، المولد من رحم الحرب كثير ما دام الطلق هو الطلق، فأخطاء المدفع أزمان. يا الله. الأطفال هنا حلم معطوب لا تعمل فيه العينان. الأطفال هنا عنب من بعد صلاء حيته. الأطفال هنا علب من بعد صلاحيتها لا تستهلكها حتى الأشجان. الأطفال هنا يصطحبون مدارسهم فوق الأكتاف، حقائبهم نسج جماجمهم لا يحتاجون لتقوية.
أعد متفضلا يا لا أحمد. يتوقف. الأطفال هنا. الأطفال هنا يصطحبون مدارسهم فوق الأكتاف، حقائبهم نسج جماجمهم، لا يحتاجون لتقوية، لا يتوقف عن شرح الدرس الغربان. يا الله. الأطفال هنا منفيون بعكس الدمع إلى الأجفان. الأطفال هنا موسيقى شاغرة كي يدفن في اللحن كمان. الأطفال هنا ركض من غمض الشمس إلى غمض الشمس، لقاء مكافأة من علك الأحزان. الأطفال هنا تركيبتهم إن لعبوا أوطان. الأطفال هنا مقترحون طباشيرا لتعيد الأرض جميعا فصل رسوب الغفران. الأطفال هنا أقمار مندملات عدما من جرح إنسان. الأطفال هنا يجهضهم رحم الشعر كما يجهض مرج مكتوب غزلان. الأطفال هنا بطاريات تذرف ساعات الجدران. الأطفال هنا رحلوا منذ زمان. الأطفال هنا هجران في مقتبل الهجران. يا الله. الأطفال هنا رسم معتزل من ألوان. الأطفال هنا، الأطفال هنا، الأطفال هنا، إن عاشوا أو ماتوا سيان. وشكرا. الأطفال هنا، الأطفال هنا، الأطفال هنا، الأطفال إن عاشوا أو ماتوا سيان. عساها تكون بداية توطئة مقدمة لحياة أفضل يستحقها أطفالنا، أطفال كل البشرية جمعاء، مصطلحة على فكرة الحب والجمال بنوايا بيضاء حقيقية. ما المطلوب من الشاعر من أجل تثبيت قيم الحب والجمال وتشبث بالمبدأ الإنساني؟ كيف يمكن تحقيق ذلك يا أحمد بحسب اعتقادك؟ يعني الشاعر ابن الإحساس الإنساني. الشاعر يحمل رسالة كونية من كل فؤاد فرح، ومن كل فؤاد مكلوم. الشاعر يشعل شمعة أمام كل دمعة. يا الله. الشاعر يعني عتال، يعني يحمل المآسي الإنسانية، ولذلك شغله لا ينتهي. ويجب على الشاعر أن يواكب الحزن الإنساني، ويواكب الفكرة والفلسفة الكونية التي يواجهها الإنسان. الشاعر يطرح أسئلة ويجيب عليها القارئ. أحسنت. الشاعر يعني الشاعر لديه مهمة كبرى، مهمة استخلاص الأحجار من القلوب. أحسنت. وهذه مهمة يعني من جميع يجب أن لا يغفل عنها الشاعر، وأن لا يكون أنانيا فيستغرق في كتابة ذاته فينسى الله عليك. المرآة. إذن عليه أن ينتمي إلى جرح الآخرين بقدر مضاعف عن انتمائه إلى ذاتيته وعذابه وهمومه الشخصية.
أحمد، صحيح. ريثما تجهز نصك الجديد، سنخرج إلى فاصل قصير وبعده نواصل، ابقوا معنا. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1072 7، وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. ما زلنا مستمرين معكم، وهذه الحلقة من بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا عبر الإنترنت من السعودية، تحديدا من القطيف، الشاعر أحمد الماجد. إلى القصيدة مباشرة يا أحمد، وما اخترت من أجل المشاهدين هذه المرة؟ إلى النص بشكل مباشر قبل أن نعود ونستأنف الأسئلة والنقاش، تفضل. طيب الحين أصلح ما يعني أفسدته، يعني مكفي أحزان، مكفي حزن، وجع، مكفي هموم، خذنا إلى ما يبرد نار القلوب قليلا. اقرأ ما تحب من المفضل لديك طبعا. تفضل يا أحمد، كلنا أذان وقلوب وصغية. حبيبتي، تجهل ما الفرق الذي بين المدى والقبلة. حبيبتي، قصيدة من عنب تحسدها قصيدة من قمة ولعبة وجملة. حبيبتي، لافتة عريضة في شارع الظما الرئيسي بين دار الشعر والسكر، بين وكر الريح والغيمة، بين قالب الحلوى وبين قضمة سرية لطفلة. حبيبتي، إنسانة قديمة صارت من بعد أكلة. حبيبتي، لافتة العطر التي ترشد أنفاسي عن الدرب المعبد الذي تشهقه لشارع من عثرة وزلة. حبيبتي، تدرس الرئات شكل الأكسجين، والربيع عاكف يقرأها مذ أصبحت أشداؤها مجلة. حبيبتي، صحن من المعنى، خيال شره يرقبه خلف شبابيك الرؤى، وقطة الشعر غدت تمثال مو خافت وانكسرت. حبيبتي، تجمعها من مقلة. حبيبتي، تدلك الشوق بعطري قلبها، تفتح عينيها كدكان من الألماس واللؤلؤ. أعد متفضلا يا أحمد مجددا. حبيبتي، تدلك الشوق بعطري قلبها، تفتح عينيها كدكان من الألماس واللؤلؤ. كم نظراتها باهظة، فها أنا أقلب الأساور التي اشتراها شاعر بثروة من المنى، ثم اشتراها ملك بدولة. الله الله. حبيبتي، رواية سرية محوتها بالريق، لا أبوحها إلا لتفاح الهوى الذي يعي رموزها كما تعي مرآته مذاقه وشكله.
حبيبتي فراشة تخرج من وسائد الأزهار، تحمل الأحاديث التي تدور بين فلة وفلة. عظيم. حبيبتي استلقت على القوام حلما أملسا يزحلق العين منى. حبيبتي استلقت فزل كوكب، هبت سريعا شهوة تضمد الضوء الذي أسقطه وظله. حبيبتي تصنع من سكاكر الخيال، عندي فكرة تسللت من لعبة الغميضة، الآن تلم ما استطاع جيبها، تلم شوكول الكلام كله. حبيبتي ما ثرثر التفاح من زهر إلى النافذة المطلة. جميل جدا. حبيبتي ما استغرق الخيال من حواسه المليون، أو لعله. حبيبتي زجاجة قديمة خبأها لي عنب في ذهنه، وكلما احتجت لخمر ناعم أسطو على خزانة الحلم التي في صدرها بصحوة وغفلة. حبيبتي تلعب بالشعر كما تلعب بالشعر، هنا تساقط النص الذي أكتبه يلتف حول إصبع أصيب بالعدوى وصار أشقرا وسال من ثغر الرؤى لعاب ديوان، فلا أحلى من القصيدة المبتلة. جميل يا أحمد. حبيبتي المشوار بين العسل الذي ينام في فمي وسرة الأزهار، بين رشفة وتلة. حبيبتي تسطو على لون البياض، تسرق البياض من روما وباريس وبيروت وبغداد وصنعاء، فيفقد البياض أصله. حبيبتي الجدال بين وردة ساهرة ونحلة، حبيبتي ترسمها الشموع بين ليلة وشعلة، حبيبتي قصة ألف ليلة وليلة وليلة. ما أجملها من قصيدة، الجميل جدا أحمد الماجد. أحمد، إذا تمسك الشاعر بموروثه قد تجد من ربما يكيل له الاتهامات، كيف يمكن لنا التشبث بموروثنا بما لا يجعلنا منغلقين تماما عن التجديد؟ كيف يمكن البقاء في منطقة وسط من خلالها نحافظ على تراثنا وبنفس الوقت نقدم القصيدة بشكل جديد؟ يعني هذا السؤال يعني ما زال يقيم اصطفافات، يعني ويقسم الشعراء إلى فريقين، وأحيانا متخاصمين وأحيانا حين، إلا أنهم يعني أستغرب أن فريق الأصالة وفريق الحداثة أحيانا يتراشقان، يعني وكأنك أمام يعني حلبة مصارعة. نعم. تستغرب أن هذا التراشق ناجم عن شعراء يجب أن يتمتعوا ب الحس الشاعري. نعم. على كل حال يعني شخصيا يعني لا أفرق ما بين الموروث والمعاصر، المهم لدي هو الحفاظ على يعني على ماهية الشعر. يعني أنت تراهما معا سيرة لمسيرة ممتدة، الموروث نعم، والحديث نعم، سيرة لمسيرة واحدة. بالضبط بالضبط. يعني القصائد التراثية القديمة التي نعم كتبها المتنبي أو يعني
كتبها امرؤ القيس، نعم، التي تحافظ على اشتراطات الشعر بصرف النظر عن اللفظ. يعني البعض يعني يجعل من قضية الموروث والحفاظ على اللفظ القديم، الحفاظ على روتينية الصورة، قوالبية التعابير، شكل المفردة، الانضواء تحت خيمة المعجم. هناك من يجعلك أسيرا لمثل هذه الأمور التي أظن أن الشعر أكبر منها، وكثيرون يظنون ذلك. نعم نعم، الشعر أكبر منها بكثير. هذه تسطيح للشعر. نعم، يعني الشعر قبل كل شيء يعني هو فن التصوير، نعم، فن الابتكار، فن الدلالة، فن الانزياح، الانطلاق، نعم، القفز. وهو كائن حي لا جامد، حاله حال اللغة. نعم، التي هو انعكاس. نعم، لها. نعم نعم نعم، هذا يعني قضية المعجم. هذه يعني هذا تعريف يعني ساذج للحفاظ على الموروث. نعم، يعني حين نأخذ، تعال معي وأنت شاعر ملهم، تعال معي إلى تسلم البيت الشعري لامرئ القيس الذي يقول: مكر مفر، نعم، مقبل مدبر معا. هذا البيت الشعري مكر مفر بمعنى الكر والفر بنفس اللحظة، والإقبال والإدبار بنفس اللحظة، هذا معا. أي فرس الذي يستطيع أن يكر ويفر بنفس اللحظة في وقت واحد. أحسنت. هذه الصورة في الشعر المعاصر نحن نكررها ولكن بطرق أخرى. نعم. بينما بعض دعاة الموروث يحتجون يعني ويعني يسخرون من ويعتبرون هذا نوع من التصوير عبثي. حين تقول مثلا: قائم قاعد في آن، مغمض عينيه وفاتح عينيه في آن، أو كمن يقول: إني أرى المشتاق يرجع مقبلا. بالضبط. يعني أو حين تقول: أركض وأنا في مكاني. أركض وأنا في مكاني، يعني مثلا نستطيع توظيفها في قصيدة غزلية. صحيح. أنا حين أراك أركض وأنا في مكاني، لأنك تخلقين عندي حالة من الاشتياق، حالة من اللهفة، حالة، فأركض وأنا في مكاني. لكن بعض دعاة الحفاظ على الموروث يقولون: لا، يعني هذا سخافة، هذا نعم، عبث باللغة. هذه صور لا تقودنا إلى دلالة. أحسنت. يعني مثلا أو حين تقول: يا أستاذ مصطفى، لو قلت لك أن في سلك دفتري ألم السماوات. الله ما أجملك. ما رأيك؟ هل يقبل هذا؟ لا يقبلها جماعة المنضوين ضمن إطار يعني التبعية، ويعودون غيرهم مبتدعة. طيب، أنت بنفسك إلى أين ستنسب هذا التصوير؟ طبعا ستنفتح أنت على الكثير من العلوم الجامعة، ربما تذهب لفكرة علم السماوات، أي أنك تكتب في الإطار الروحاني، أو أنك لا تعني فكرة عليا. إلى أين أحببت أن تذهب يا أحمد؟ أنا أقصد يعني إلى أي صف من الفريقين ستنسب هذه الصورة؟ طبعا سننسبها إلى صف المحدثين. طيب، المتقدمين. ما رأيك في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب؟ وهذا ما أردت أن تصل بنا وبالسادة المشاهدين إليه.
قمة التحديث في المعنى. هذه الصورة بالضبط، هذه الصورة، صورة يعني تنطبق عليها اشتراطات الحداثة، لكنها أصيلة. نعم. فبالتالي أنا لا تنسلخ عن أصالتها، وإنما تجدد بنطقها ومضمونها ومعناها ومدلولاتها التي تفتح مساحات شاسعة للتأويل، ولا تنغلق على مفهوم أو دلالة أو معنى واحد جامد فقط. بالضبط، وإلا شوف السماوات تطوى في سجل، كأنها كتب. طبعا الكتب في اللفظ القرآني هنا بمعنى الرسائل. نعم. وليس الكتب بمعنى الكتاب المطبوع الذي يعني فيه غلافين، بين غلافين. وكأنه يقول لك رسائل موضوعة في سجل. النقاش يسرقنا يا أحمد. رسائل موضوعة في سجل. نعم. النقاش يسرقنا. يقول بعجالة، حاول أن تنهي الفكرة، لأن نقاش يسرقنا. نحن نطمع إلى بقصيدة جديدة، و أريد أن أجعل الطمع مركبا بحيث أن تكون القصيدة القادمة انتصار للعمود وليس حلقة تفعيلة، وإن كنت أحب أنا شعر التفعيلة، لكننا نريد أن نسمعك بالعمود أيضا. لك أن تكمل فكرتك ومن ثم تذهب إلى قصيدتك. تفضل أحمد، أعتذر المقاطعة. أنا مع القصيدة، القصيدة سواء كانت حديثة أو قديمة يعني أو أصيلة. يعني كما أسلفت بالنسبة لإمرأة القيس، هذا البيت الشعري ينطبق عليه أن تقول هذه هذا معنى معاصر. نعم. هذه قصيدة معاصرة. وبالعكس أيضا بعض يعني أبياتنا تنطبق على، تحافظ على هذا الاشتراط. نحن نريد أن نحافظ على الاشتراط الشعري، اشتراط القصيدة. نعم. من تعدد الدلالات والانطلاق والتحليق بالرمز. ألا نتجمد عند معنى واحد، تسطيحه، ألا نتسطح ونتجمد عند معنى واحد، كأن نقول للشاعر أردت أن تقول كذا فقط، يقول نعم هذا ما أردته. الشعر يتجاوز المعنى المباشر أو المعنى الفردي إلى معان شاسعة واسعة متعددة تفتح مسارب الدهشة على الخيال. نعم. والجمال، إلى خيالك وجمالك. حمال أوجه، كما يقال عن القرآن أنه حمال أوجه، كذلك الشعر. أحسنت، إلى خيالك وجمالك. وقصيدة نريدها عمودية هذه المرة، إذا أحببت لك الحرية المطلقة. تفضل يا أحمد. ولك الخيار. تسلم يا حبيب القلب، تفضل. قبلة طويلة الأجل، بغير غد ولا عدد ولا ترداد، بوجهك أنت كل ملامح الأعياد، بغير غد ولا عدد ولا ترداد، بوجهك أنت كل ملامح الأعياد، بوجهك أنت يصحو الصبح من أمس وتأتي من غد تلويحة وآيات، بوجهك أنت وحدك تختفي جهتي فألقاه ولا ألقى البلاد بلاد. يا الله. بغير خطى ولا مشي ولا أثر على خديك، أقطع قبلة الآباد، أعبد شارع المعنى برقصته، وأتركه لجرح المستحيل ضماد، بوجهك أفقد الدنيا وأربحها، وأستبق الملمات إليه والميلاد، لوجهك أن يغيب الوعي أجنحة ويغدو الصخر طيرا والطيور جماد، وتطفو من دمي لعب
ويسرقها الفؤاد مبدلا نبضاته أولاد. أيا ركضات أغنية لأغنية مسافة عندما تتكومن الأعداد، ويا لوحات أمنية لأمنية إذا الألوان عن ألوانها تزداد، الله، ويا أمواج بحر من فرادته تمرد بين كل شواطئ الأجساد. بطرفك يكتب القنديل قصته طليقة صفحة منزوعة الآماد، ويفصح ياسمين عن وصيته يدا وفما وصدرا نافرا ونهاد. هنا يتجول المعنى ينفس عن رتابته بدرب لم يكن يرتاد، ويخرج من صحاريه ليدخل في حديقتك التي بين الذرى والواد، لروح تنفض الريحان ما وجدت على كفيه إلا لامه والصاد لص. الله، سأترك قبلة كالأفق يكنسها لعاب الريح حين يضيع المنطاد، ستمنحنا عناقات سلالمها إلى غيبوبة الكبريت والأعواد، ننام على الكمان كأن أغنية تغيب وتسترد بعزفها لرقاد، تغيب وتسترد بعزفها لرقاد. نعم، هذا العزف الممتع الشجي، الشاعر المتميز حقا الأستاذ أحمد الماجد من السعودية. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الختام ماذا تحب أن تقول يا أحمد؟ في الختام أحب أن أقول، في جيوب الشعر العربي ما لم يخرجه بعد، وما زلنا نضع أيدينا في هذا الثوب الفضفاض، ويعني نخرجها مبتلة بالقصائد وبالاكتشافات الجديدة. أنت من أجمل، أنت يا أحمد من أجمل من يخيطون للشعر ثوبه، ليس بشهادتي فقط وإنما بشهادة الكثير من السادة المشاهدين، ولا شك في ذلك. في الختام ماذا تقول؟ نأمل في الختام أقول نأمل أن نقر عين القصيدة بالمزيد من المطارات الشهرية والتحليق خارج أغلفة اللذة الجوية. وهذا حتما ما هو كائن وسيكون ويستمر، طالما أنك وكل الغيارة ما تزالون أو لا تزالون على ثغر الكلمة واقفين بمسؤولية، تنافحون عن الجمال وتدافعون عن الأصالة التي لا تنفصل عن التحديث باللفظة والمعنى والفكرة السامية. شكرا جزيلا لك أحمد، وأرجو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا يعني إعادة مثل هذا اللقاء بشكل فيزيائي وجها لوجه، نرجو أن يكون ذلك قريبا. شكرا، شكرا لك ولجمهور قناة الرافدين وللشعب العراقي الشقيق ولكافة الشعوب العربية. شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. دائما كونوا في رعاية الله.